عايزاكي تفهميني رايت تو دريم ونادي توت، يعني دول ايه علاقتهم ببعض ودول هيخدموا بعض ازاي؟ رايت تو دريم اكاديميه ابتدت في غانا من حوالي 20 سنه. اكاديميه كانت فكرتها ان هي الولاد مش بس بيتمرنوا كوره، هم كمان عايشين في الاكاديميه وبيتعلموا هناك وبيتعلموا على مستوى عالي. وفي يعني رايت تو دريم تملك برضو نادي في الدنمارك اسمه اف سي نورتشلاند، فبقى في يعني باثوي ان اللعيب لما بيطلع من غانا بيقدر يحترف على اوروبا على طول، وبعدين من اوروبا ممكن يحترف في بلاد تانية، وده شفناه مع كذا لعيب قبل كده زي محمد قدوس راح من غانا على الدنمارك، وبعدين من الدنمارك احترف هولندا في اياكس، وبعدين راح ويست هام دلوقتي بيلعب في الدوري الانجليزي. برضو بيركزوا قوي في التعليم عشان نكون عندنا في ولاد بيطلعوا بيروحوا جامعات في امريكا ويلعبوا برضو كرة هناك في الامارات ويكونوا بيدرسوا في امريكا. فالزاد على الحاجات دي دلوقتي رايت تو دريم مصر، يعني مستر محمد منصور استحوذ على المجموعة كلها في تقريبا 2021 وفتح رايت تو دريم مصر. احنا السنة دي اول سنة لينا في الاكاديمية هنا، ونفس المشروع اللي بيحصل في غانا بقاله 20 سنة ابتدى يتطبق في مصر. عندنا التيم بتاع الكشافين لفوا محافظات مصر كلها، والولاد دلوقتي قاعدة في الأكاديمية بيدرسوا هنا وبيتمرنوا هنا. فهي والمجموعة دلوقتي معاها رايت تو دريم مصر، رايت تو دريم غانا، نادي توت في مصر عشان الشركة استحوذت على النادي، واف سي ان في الدنمارك، والسنه اللي فاتت برضو اشترينا نادي سان دييغو في امريكا، وهيبقى في رايت تو دريم في امريكا. فدلوقتي كل الحاجات دي يعني هي منظومه واحده، فده بيخلي ان بيبقى في تعاون ما بين كل يعني كل حته يعني في ممكن حد من هنا يروح امريكا، حد من هنا يروح الدنمارك، يعني كده. مؤسسه بقى كامله كلها بتخدم على بعض، اللي هيطلع يعني من هنا يروح مكان تاني. لسه من شهرين كان الولاد بتوع رايت تو دريم قعدوا 3 أسابيع في الدنمارك. عندنا ان شاء الله الاسبوع الجاي فرقه البنات بتاعه الدنمارك جايه هتتعمل معسكر عندنا هنا في مصر، فبيبقى التعاون كبير ما بين كل الانديه والاكاديميات اللي تبع منظومه واحده. ف توت ان شاء الله يعني احنا الخطه لفريق الرجال احنا دلوقتي ممتاز به، ان شاء الله يعني في ال3 سنين اللي جايين لو الدنيا مشيت صح ونصعد ان شاء الله محترفين او ممتاز، هيكون عندك نادي بينافس برده درجه عاليه في الدوري المصري، فهيكون اللعيبه في كذا مكان يقدروا يروحوا.